بعد التعديلات اللي اليوم جات على المخطط المديري للتهيئة العمرانية لمدينة الدار البيضاء، بالأحرى الدار البيضاء الكبرى اللي فيها الدار البيضاء والمحمدية مديونة والنواصر والمنصورية، جاء طبعا بناء على الدراسة القبلية التي أبانت على بعض النواقص داخل هذا المخطط المديري وكان لازم نعالجوها، وأيضا استجابة لكل ما هو جديد اليوم استحقاقات العالمية اللي مجينا إن شاء الله تهيئا لكأس العالم 2030. اليوم كاين الملعب الجديد اللي هو في المنصورية، لازم على أنه يكون داخل هذا المخطط المديري. المسار الطرقي لازم يكون المسار ديال السكك الحديدية للقطار فائق السرعة، وأيضا ديال القطار الجهوي لازم على أنه تهو يكون المسار دياله محدد. دونك هذا الشيء كله اليوم جاء باش ننزلوا هاد المسارات كلها ضروري تكون في المخطط التهيئي، فهو التعديل وهو تعديل جزئي، مازال كنحثوا عليه، هو ليش صابي تعديل كلي بل تعديل جزئي من أجل وضع هاد اللبنات كلها داخل مخطط مديري لجهة الدار البيضاء الكبرى بالتسميه القديمه ديالها. اليوم اللي اكيد هو ان هذه الدراسه القبليه ابانت عند بعض النواقص منها المناطق الصناعيه. اليوم قد ما كنا موجودين بالنسبه للسكن وبالبنايات السكنيه كان عندنا تقليص في المساحات الخضراء، وكان هناك تقليص ايضا في كل ما هو مناطق صناعيه، فجاء هذا المخطط المديري اليوم باش يجاوب على هذه النواقص. الحمد لله اليوم تم خلق مناطق جديدة اقتصادية على صعيد نواصر، على صعيد مديونة داخل مدينة الدار البيضاء، أيضا منطقة الحنطات ومنطقة ديال الساحل الإفريقية، هما عبارتين عن منطقتين اقتصاديتين التي سوف ترى النور إن شاء الله. وكان جدول الأعمال الدورة اليوم من بعض النقاط اللي تم التداول فيها هما هادو، فكنظن على أن هذا المخطط المديري كان لازم على أنه يجي في هذا ظرفية، لأن الأشغال غدا تبدأ. لا بالنسبة للملعب الكبير فالأشغال ابتدأت، اليوم كاين الأشغال اللي غتبدأ بالسكك الحديدية، وغادي تبدأ القطار الفائق السرعة اللي تهما المسالك ديالو تم معالجة. كاين أيضا الأنبوب ديال الغاز نيجيريا المغرب اللي حتى هو اليوم طبعا كاين المسار ديالو اللي هو جا في المخطط المديري، وغير ذلك من المجالات الأخرى اللي جا فيها المخطط المديري محطتين طرقيتين اللي اليوم جا بهم برنامج العمل. واللي خصني نأكد عليه اليوم هو أن برنامج العمل جا كيصب مباشرة فيما يصب فيه مخطط المديري، وهذا التجانس وهذا يعني هذا الرؤية لا ديال المجلس ولا ديال الوكالة الحضرية، كنظن أنا أنها اليوم كاين تلاحم وكاين واحد الرؤية موحدة، وهذا الغرض هو الغرض الأكيد من المخططات المديرية، وهو أنها كتجي كتستجب أولا لحاجيات المواطنين، كتستجب لتطلعات، ولأن هذه ستون فيزيون اللي جا بها المجلس اللي أكيد اليوم هو كان خصني يعني كان خصنا نزيدوه، وهو المصنع الجديد لتتمين النفايات اللي حتى هو كان ولا بد، ورحنا شفنا في العرض على أن كانت هناك نواقص بالنسبة للبيئة. اليوم هذا المصنع كيجي لتتمين النفايات وباش تولي تدبر بكيفية يعني كتحاول أنها تحافظ على البيئة. فنظن يعني كلمة ديال السادة الأعضاء راها كانت مستفيدة، الحمد لله أن هذا المخطط المديري جا في هذا الوقت باش يجاوب على هاد يعني جميع النواقص اللي كانت خاصنا، وهذو مستجدات أيضا. يعني اليوم عرفنا الملعب فين غادي يتحط في المنصورية، فكان لازم على أننا نوضعوا جميع الآليات للاشتغال باش نشتغلوا في أريحية في الأيام المقبلة انسجاما مع المخطط المديري، مع تصاميم التهيئة، مع الرؤية المجلس، رؤية المجالس الأخرى اللي هي كلها داخلة معنا في هذه المنطقة ديال الدار البيضاء الكبرى.